مصر وما تملكه في جعبتها من الإرث الكبير من الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والمسرحي والسينمائي ودعمها المستمر لتطوير مسيرة الإعلام العربي. ولكنني اعتدت أن أتحدث عن المستقبل، مستقبل الابتكار، مستقبل الإبداع، مستقبل التميز. فمن أراد أن يتقدم فعليه أن ينظر إلى الأمام. وبما أننا اليوم أتحدث عن المستقبل، فمستقبلنا مرتبط بثورة تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي، لأنه الاقتصاد الجديد والمصدر الأساسي الذي تدور حوله عجلة الحياة. فنحن اليوم أمام واقع جديد بفضل تطور وسائل الاتصال ونقل المعلومة، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة. فيشهد العالم تطورا وتوسعا سريعا في مجال البث التلفزيوني والإذاعي وقدرات الاتصالات في نقل المحتوى عبر الإنترنت والمنصات الفضائية واللاسلكية وصولا إلى أجهزة المشاهد المحمولة. فهذا التطور السريع خلق مفهوم جديد بما يسمى القرية الكونية. فبدأت شبكات الاتصالات والإنترنت ومنصات البث الفضائي تغطي وجه الأرض في مجال دولي موحد للمعلومات والأخبار والترفيه والثقافة. ولهذا ارتبط مستقبل التلفزيون والإذاعة بهذا المفهوم الجديد، مفهوم يزيد من تحدياتنا المستقبل ومنافستنا العالمية. نحن شركة جلفسات للاتصالات تبنينا هذا المفهوم الجديد باتباعنا منهجا مميزا وفريدا يتيح التطبيق الفعلي لتقنيات حلول الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي عبر أقمارنا الاصطناعية، وتحديدا على مدار 7 درجات وثمن درجات غربا. فقد قمنا بإعادة تنظيم وتعزيز انسيابية أعمالنا الداخلية وإنشاء مركز لتشغيل المواد الإعلامية في المملكة المتحدة ومراكز بث موزعة في 3 قارات تم ربطها بشبكة جلفسات الاتصالات الدولية عبر الألياف الضوئية والمنتشرة في 9 دول لتتيح نقل المحتوى الإعلامي إلى مراكز البث بصورة آمنة وجودة عالية وتفاديا لأعمال التشويش بالقدر المستطاع، موفرة تكاليف التشغيل لأي قناة تلفزيونية. وقد أثبتت جلسات هذا التميز من خلال تقديمها خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني مستخدمة أحدث ما توصلت إليه حلول الاتصالات والإعلام الرقمي وبطاقم فني محترف ذي كفاءة وخبرة، جعلنا نتميز بالتكامل والجودة والكفاءة. لذلك نستطيع وبكل تواضع إن ما تقدمه شركة جلسات من خدمات الاتصالات والبث التلفزيوني وقدرت لها على تفهم احتياجات عملائها وتوفير حلول تقنية قيمة جعلها شركة كويتية عربية بقدرات عالمية تحظى بهذا التقدير الكبير والتميز، والذي انعكس علينا بالتوسع في نطاق أنشطتنا لنقدم لعملائنا مزيجا فريدا من خدمات البث التلفزيوني تتميز بالذكاء والتكامل والشمول. أعزائي الحضور، منتجي الإعلام العربي، ندع لكم الإبداع، ندع لكم الابتكار، فدعوا لنا التميز. كما أنه يسعدنا ويشرفنا نحن شركة جلسات أن نقدم جائزة رمزية، جائزة التميز لهذا العام ولأفضل بحث علمي في مجال الإعلام الإلكتروني تحت إشراف وتحكيم كلية الإعلام في جامعة القاهرة، دعما وتقديرا لمخرجات التعليم في هذا القطاع الحيوي. وختاما لا يسعني إلا أن أشكر لكم حضوركم الكريم واهتمامكم وثقتكم التي نعتز بها دائما. كما أود أن أوجه شكر جزيل للإدارة العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية وإلى اتحاد المنتجين العرب ممثلة برئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم أبو ذكري على دعمه المتواصل
ورعايته الكريمة وتشجيعه وحرصه الدائم على تقدم ونجاح الإعلام العربي. وكما أشكر سعادة سفير دولة الكويت السيد سالم الزمنان على تلبية دعوة ودعمه المستمر وتشجيعه للاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ محمد الحاج من دولة الكويت.